أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أن إسرائيل وجهت اتهاما لوزير الطاقة السابق جانين جيسيف لاشتباه بتجسسه لصالح إيران. قال بيان أن سيجيف الذي شغل منصب وزير الطاقة في منتصف التسعينيات وكان يعيش في نيجيريا جندته المخابرات الإيرانية وأصبح عميلا. واعتقل سيجيف أثناء زيارة لغينيا الاستوائية في مايو وسلم لإسرائيل حيث وجهت له لائحة الاتهام.